تأهل المنتخب البحريني لنهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة في العراق بفوزه على الكويت بنتيجة 1-0، وأحرز هدف الفوز للبحرين في اللقاء الذي أقيم على ملعب فرانسو حريري في آخر جولات المجموعة الثانية في البطولة اللاعب إسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة 80. انطلاقة من هناك، أحمد عبد الله، خطيرة خطيرة للبحرين، جميل والرأسية وجول للبحرين للبحرين، إسماعيل عبد اللطيف. وبهذه النتيجة يتصدر المجموعة المنتخب البحريني برصيد 7 نقاط، يأتي خلفها الأردني ب4 نقاط وبفارق الأهداف عن الكويت، فيما يتذيل الترتيب المنتخب السعودي بنقطة واحدة.